مهمه جدا. يلا محمد ياسر اخرنا يا محمد يلا. عندنا تيرنر سندروم استكمالا للسكس كروموزوم انوماليز اللي كنا خدنا من الفراجايت اكس سندروم المره اللي فاتت. تيرنر سندروم ايه التيرنر سندروم دي؟ التيرنر سندروم هي الفيميل اللي عندها في مشكله في الاكس كروموزوم، في اكس مش موجوده بالكامل او جزء من الاكس كروموزوم مش موجود. يعني ممكن تكون التيرنر في اي صوره، ممكن تكون التيرنر سندروم 45 اكس واي، ودي بنسميها كلاسيك تيرنر. والكلاسيك تيرنر تعتبر اشهر انواع التيرنر، تقريبا نص حالات التيرنر بتكون كلاسيك. الحاجه الثانيه التيرنر سندروم ممكن يكون مشكلتها في الشورت ار، يا اما يكون اكس في دال يا اما يكون اي اكس كيو، واظن في ناس بتحب الحروف المضافاتها. اكس في دال ده ايه؟ ديليشن في الشورت ار بتاع الاكس كروموزوم. امال ايه الاي اكس كيو؟ اي يعني ايز كروموزوم، اكس عنده كيو وما عندوش بي. ما هو اي اكس كيو معناها ان عنده كيو وما عندوش بي، يبقى كانك برضو بتقول ان ايه؟ ان الشورت ارم مش موجود. على ما يبدو ان الشورت ارم اهميته بالنسبه للفيميل سيكشواليتي اهم من اللونج ارم. الحاجه الثالثه ممكن تكون التيرنر دي موزايك. موزايك بمعنى ان بعض خلايا الجسم طبيعيه 46 اكس اكس وبعض الخلايا فيها مشكله 45 اكس او. يبقى انا عندي الجينو تايبز اوف تيرنر، يا اما تكون كلاسيك تيرنر يا اما يكون مشكله في الشورت ارم بتاع الاكس كروموزوم، يا اما يكون المشكله في ان بعض خلايا الجسم كده وبعضها كده. طبعا ان جنرال اي حاجه موزايك تبقى كلينيكال بيكتشر اهدى من الحاجات الكلاسيك، لان بعض الخلايا بتكون طبيعيه وبتأدي الوظيفه بتاعتها عادي. على اي حال الانسيدنس اوف تيرنر سندروم 1 على 3000، رغم ان التيرنر سندروم تعتبر واحده من اشهر الكروموزوم الانوماليز على الاطلاق. بس واحد يقول ايه واحد على 3000 ده؟ ده رقم قليل قوي. يعني ريجاردنج ان احنا قلنا المره اللي فاتت ان فراجايل اكس 1 في 1000، وان احنا نقول ان شاء الله ان كلاينفلتر 1 في 1000، وان الداون سندروم 1 في 700، دي واحد على 3000. واحد يقول لك ايه ده رقم بعيد قوي. وان كانت الترنر اكتر حاجه بتتشاف على الاطلاق في الابورشنز. معنى كده ايه؟ معنى كده ان معظم حالات الترنر الكتير بيحصل لها ابورشن، واللي بيفضل منها هو الواحد على 3000. يبقى الانسيدنس از اندر استيميتنج اور ذا انسيدنس از مسليدنج. نظرا لايه؟ نظرا لان معظم حالات التيرنر بيحصل لها ابورشن. الانسيدنس اللي جاء قبل كده في الاكزام، يعني جابوا سؤال بيقول لك ايه؟ تيرنر سندروم ديسكاس ريجاردنج جينو تايبس انسيدنس اند كلينيكال بريزنتيشن. حدد لك هو عاوز ايه؟ سؤال ب 10 درجات. انسيدنس كان عليه درجتين او ثلاث درجات منهم، فهي عارفه يا مش عارفه، ما فيهاش كلام. يعني ده ما فيهاش تاليف، يا عارف الواحد على 3000 مش عارفه. ففي بعض الحاجات ممكن تتسهل زي الانسنس. طيب ايه هي كلينيكال برزنتيشنز اوف تيرنر؟ في عندنا حاجات كتير في التيرنر، حاجتين مؤكدتين والباقيين بظروف. حاجتين مؤكدتين ما فيهمش كلام ولا نقاش عشان تبقى تيرنر سندروم، والباقيين بظروف. اول حاجه شورت ستيج. الحاجه الثانيه فيلير اوف سيكشوال ماتوريشن. ما عدا ذلك في النص اي حاجه واحده تكون موجوده. بمعنى البنت اللي عندها تيرنر سندروم بتكون قصيره، وقصيره لدرجه رهيبه. يعني البنت دي لما توصل 17 18 سنه لو ما خدتش علاج 20 سنه ما خدتش علاج تلاقي طولها بيكون 100 حاجه و20 سم. 100 حاجه و20 سم يعني طول بنت عندها 8 سنين في المتوسط. اظن فرق كبير جدا. دي اول نقطه. النقطة الثانية لو خدت علاج، وهنتكلم عن علاج إن شاء الله بـ very high doses of growth hormone، very high very high لفترة طويلة، أقصى حلم ممكن تحلمه إنها توصل 148 149 سم، يعني عمرها ما بتجيب الـ 150. خلاص؟ طبعًا 148 149 اتس أوكي، يعني مش وحشة قوي مع العلاج، لكن أنا عايز أقوله إن من ضمن الحاجات الديفينيت للبنت إنها لازم تكون إيه؟ شورت ستيتش. عشان كده لو كان في بنت عندها شورت ستيتش أوف أنون إيديولوجي مفيش حاجه ظهر عليها، كاريو تايبنج لازم يتعمل. ليه لازم يتعمل؟ لان ممكن تكون تيرنر ببساطه ومش ظهر عليها اي حاجه ثانيه غير الشورت ستيتشر. الحاجه الثانيه لاك اوف سيكشوال ديوريشن. حد عنده فكره من الناس المثقفه البنت بتتولد عندها كام اوفر؟ او عندها كام خليه قابله انها تكون اوفر؟ 400 400 او 4000 يعني 4000؟ ايه الكلام ده؟ مين يزود؟
سنين فيها أربعة مش كده؟ نص مليون؟ لا أعلى. 2 مليون أم. ده ساعة الولادة. 2 مليون خلية قابلة أنها تكون أم. خلاص؟ وقت البيوبرتي في كتير بيكونوا ماتوا على ما توصل البيوبرتي. بيبقى البنت في المتوسط عندها 450 ألف خلية قابلين هم يكونوا أوفر. ده وقت الإيه؟ وقت البيوبرتي. كل شهر بتطلع منهم شوية. واحدة منهم تبقى أوفر والباقيين يموتوا. واحدة تبقى أوفر والباقيين يموتوا. الكلام ده يقعد سايكل 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 ثرو اوت هير سيكشوال لايف لغايه ما توصل للمينوبوز. عند المينوبوز تفتكروا بيكون عندها كام اوفر؟ ولا واحده. وبالتالي تدخل في المينوبوز. خلاص. يبقى اذا البنت الطبيعيه يكون عندها 2 مليون اوفر ده ادفيرس. خلاص. 450 الف تقريبا وقت البيوبرتي. عند المينوبوز زيرو. خلصوا خلاص مش كده؟ طب اللي عندها ترن تقول اللي عندها كام اوفر؟ 2 مليون اوفر. وعند سنتين بيبقوا زيرو. عند سنتين من العمر بيبقوا زيرو. يعني البنت بتدخل في مينوبوز قبل ما يحصل لها الاستريويشن اصلا. خدت بالكم من الفكره؟ اذا على ما يبدو ان وجود نسختين من الاكس كروموزوم مش هدفهم تكوين الاوفري، لكن هدفهم حمايه الاوفري من الضرار. واخدين بالكم؟ ده اللي حصل. الاوفري اتكون وكان في 2 مليون اوفر، لكنه بعد كده حصل له فايبروز وضاع وبقى وكانها واحده دخلت في مينوبوز قبل اصلا ما تبدا البيوبرتي بتاعها. ولذلك القصه كلها بيكون في اكسلريتد اوفالوس. القصه بتكون في اكسلريتد اوفالوس، وبالتالي نو هوب انها تدخل في بيوبرتي، نو هوب فور منستريويشن، نو هوب انها تبقى بريجننت ابدا، لان ما عادش عندها ايه؟ ما عادش عندها اوفر. دول مؤكدين. يعني ما فيش كلام فيهم ولا سلام. طب سلام ايه ده؟ عادي شكلها اصابة ملعب. ضرب. ستة ابريل كيف؟ ستة ابريل. سلام هتناقش بعد الموضوع. ستة ابريل. شكرا على التوضيح. طيب يا جماعة خلاص دول خلصوا؟ طيب الحاجات بقى غير مؤكدة، غير مؤكدة هي بتحصل في معظم الحالات بس مش شرط. يعني ممكن أي حاجة منهم تبقى ميسنج. البنت اللي عندها ترنر سندروم بتلاقي عندها ريكارنت أوتيتس ميديا. ماشي الحال. البنت اللي عندها ترنر سندروم بيبقى عندها لو بوستيريور هير لاين. بمعنى هو ايه الفرق بين الهير والهير لاين؟ ده هير لاين خلاص. ممكن واحد يبقى نازل له قصه ملناش علاقه، نرفع القصه ونشوف فين الهير لاين. واحده عامله دي الحصان مش قضيه خالص، يبقى عندها برضو هير لاين. فلما بقول عندها لو بوستيريور هير لاين معناها ان قفاها قصير، قفاها قصير ببساطه شديده. خلاص. يبقى اول حاجه لو بوستيريور هير لاين. رقبتها مع الرقبة. What do you mean by that؟ عندها ويبنج أوف ذا نيك. تلاقي الرقبة فيها غشاء جلدي زيادة على الجنب. خلاص؟ عامل كده زي ما يكون الويب اللي موجود في رجل البطة أو الوزة أو كده، ها؟ عارفين الغشاء ده؟ نفس الجنب تلاقي فيه هنا عندها ويبنج أوف ذا نيك. عندها وايد سبيسد ليمتس. ولو جيت تسمع القلب بتاعها أو تحس الفيمورال ممكن تلاقي أشهر كونجينيتال هارت ديزيز بيحصل مع التيمبر اللي هو كو اركيتيشن اوف ذا. فاكرين موضوع النص كومن ده؟ كان الكو اركيتيشن اوف ذا هو ده اشهر حاجه بتحصل مع التيرنر سندروم. بعد كده البنت دي عندها وايد كارينج انج. الكارينج انج بتاعتها بتكون زياده. يطرح السؤال نفسه مهم جدا، مين هي الكارينج انج وهي اصلا كام؟ عشان لما تزيد عن نقول عليها وايد. اسئله منطقيه جدا. مين هي الكارينج انج؟ مش سامع. هي الزاويه بين ايه وحجازي؟ محطوط بين الجسم وال مش الجسم خالص، بين امتداد الارم والفور ارم. اهي الزاويه الصغيره دي يا جماعه ما بين امتداد الارم والفور ارم، واخدين بالكم منها؟ الزاويه بين امتداد الارم والفور ارم. يعني ادي الارم اهو وادي الفور ارم اهو وادي الليتل فينجر. هي الزاويه دي عند الميديال اسبت بين امتداد الارم. لو انت خدت خط من الارم والفور ارم، اصل انت بتدخل الاورال كلينيكال بيكتشر اوف ترنر كله حاجه جاهزه على طول. وايت كارينج انجل، يقول لك طب مين هي الكارينج انجل اصلا؟ ثم بعد ما تقول مين هي، طب هي قد ايه؟ عشان لما تزيد عن كده يبقى وايت. ماشي ببساطه شديده كارينج انجل اهي. خلاص. طب هي نورمالي كام؟ نعم مفروضين كده. اي حد لازم يتفرد عنده لازم يكون فيه زاويه 2.
في علاقة الكارينج هي زودي منها هي صفحة موجودة فيه كل الناس طيب على فكرة انتوا خلطوها في التشريح على فكرة مش اول مرة سمعنا الكارينج خلاص المهم يا جماعة نورمالي كام يجي تيجي لجنة الافتاء تقول لك 45 يعني من 45 ل 25 يعرف يا مش عارف زي ما قلنا قبل كده خلاص المهم يا جماعة هو في الرجالة لغاية 15 وفي البنات لغاية 25 لو زادت عن 25 تبقى وايد كارينج لو زادت عن 25 تبقى وايد كارينج هتبقى شكلها عامل ازاي بقى ها يبقى دراعه وكانه ها واخدين منكم يبقى كده يا بدل كده هتبقى ايه مفتوحه لبره كده شويه يعني الكوع كانه ايه داخل على جوه يوم يسموها ايه كيوبيتاس فالجاس والاسم موحي جدا والله يرحم الجينيو فالجر لما كانت الركب بتخبط في بعضيها قصده ان الكعان قربت من بعض وايت كارينج انجل اور كيوبيتاس فالجس ننزل على الكدني هنلاقي الكدني فيها لينا انومالي ستريكونس تفتكروا البنت اللي عندها ترم عقله ولا هبله عقله ليه عقله كل ما يزيد عدد الاكسات بتزيد اللايبيليتي فور منتال ريتارديشن حقيقه علميه مع الكلام سو ذا بيشنت هاز نورمال ميرتاليتي لا غرو انها عندها نورمال منتاليتي وبالتالي قلنا عليها انها عندها ايه منتاليتي قصيره العقله على عكس مين على عكس طويل الهبه اللي هو مين كلاين فلتر سندروم لذلك عنده اكس في غير محلها يبقى كلينيكال بيكتشر اوف تيرنر عندي حاجتين مؤكدتين اللي هما شورت ستيتشر وفيلير اوف بيوبرتي بعد كده في النص ايه اي حاجه اي حاجه خلاص طب عايزين نشخص التيرنر كاريو تايبنج عايزين نعالج التيرنر هو التيرنر ليه علاج عد مشاكلك وعالجها هل ممكن الكونجنتال هارت يتعالج طبعا يتعالج ما تعالجش ان شاء الله دي اول حاجه الحاجه الثانيه في عندك مشكلتين كبار البنت بتعاني منهم اول مشكله انها ايه قصيره ثاني حاجه ما عندهاش سيكشوال ماتوريشن ثالث حاجه انها عمرها ما هتبقى بريجننت طب نعمل ايه نحل المشكله رقم واحد ندي البنت جرعات عاليه جدا علاج مكتوب في الكتاب على فكره هم سطرين بس فيري هاي دوزز او هاي دوزز يعني من الهيومن جروس هرمون ثلاث أضعاف الجرعة الاعتيادية من الجروس هرمون لأن البنت بتكون برضك الجروس هرمون الإفكت بتاعها عندها مش زي الإيه مش زي الطبيعي فأنا بديها هاي دوز من الجروس هرمون بتوصل في طولها لغاية 148 149 لو وصلنا لهذا الطول يقول ستوب تقول طب ما كمل شوية شوف هيبقى 160 يقول لها أنت آخرك 149 عمر ما تعرفي تقفلي ال 150 كل الدراسات بتقول كده فلما نوصل 149 نلاقي إيه أحسن من ال 120 اللي كنت فيهم خلاص افتكر نفسك زمان دي اول حاجه الحاجه الثانيه لا سيكشوال ماتوريشن نعمل لها ايه بقى نعمل لها سيكشوال ماتوريشن ازاي سكس هرمونز استروجين اند بروجستيرون يبقى يحصل لها سيكندري سكس كاركتر يعني نعمل ايه حبوب منع الحمل ببساطه حبوب منع الحمل وتتاخد زي ما اي واحده بتاخدها حبوب منع الحمل الرخيصه العاديه بتاع استروجين وبروجستيرون ونسيب لها 4-5 ايام في البريود فاضيين عشان يحصل لها ايه من استيويشن يوم يحصل لها سايكولوجيك ريليف خلاص بقت طويله الى حد ما وبقى عندها سكندري سكس كاركتر وبيحصل لها من استريويشن كده تظل لها مشكله انها ايه تبقى حامل مش مهم خالص مش مهم خالص في مصر الاجانب بيحاولوا ان هم يحلوا الموضوع ده بيحلوها ازاي اوفا دونيشن اوفا دونيشن خلاص وبعد كده يزرعوا لها الزايجوت في اليوترس بتاعها يوم يطلع لك عيل ما انتش عارف ده ابن مين ما اللي عندها تيرنر دي صعب جدا انها ترضع لان كان الموضوع هرمونه مش مظبوط مش كده؟ يعني واحده مديها الاوفا وواحده بقت حامل فيه وواحده رضعته حاجه جميله جدا بصراحه. المهم الكلام ده نوت الاوي دي ايجنت. دي يا جماعه تيرنر سندروم اظن من الحاجات الظريفه اللي ما فيهاش مشاكل. دي قصيره العقله جاي بقى مين بقى؟ الطويل له اللي هو كلاين فلتر سندروم. مش تنه طبعا استحالة وبعدين خد بالكم يا جماعه اصل انتوا فكركم عن القصيرين ايه 150 155 160 يعني ده فكركم عن القصيرين انا بتكلم في 120 حاجه ثانيه خالص يعني ماشي ليفل ثاني من القصه بعدين كله قصير المدينه فكره مش كل قصير هو اسمه قصير هو
كان قصير فعلا بس هو اسمه قصير. مين قصير ده؟ في واحد كان قصير. لا مين قصير بجد ما تعرفوش؟ برين ما تعرفوش مين قصير؟ ده الوزير يا جماعه بتاع زنوبيا. زنوبيا الملكه المشهوره جدا ادرت نفسها بالسم بيدي لا بيدي عمرو. ايه مش عارفين المثل ده؟ معروف جدا ده حطت السم الخادم المسموم في بقها وموتت نفسها بيدي لا بيدي عمرو. خلاص؟ عمرو لازم يتعمل لكم دوره تسويقيه ده تراث يا جماعه. مش عارف اطلع48 x x y 49 x x x y 50 x x x x y 1 تمام. اتنين كلاين فلتر مضروبين في الخلاط مش كده؟ المهم يا جماعه انا عايز اقول لكم ايه as many as 4 x كروموزومز كان نوت ابولش ميلس ان ذا بريزنس اوف سنجل واي كروموزوم ضعيف وضامر وقصير ولا يحمل اي جهه. احنا عدنا البهدل في المره اللي فاتت فاكرين عدنا نشتري في واي كروموزوم قد كده لكن 4 اكس قصاد 1 واي يبقى ميل صح. هو ميل فيه مشاكل وميل منقوص وعنده بروبلمز كتير الا انه برضه ايه الا انه في الاخر ميل. تمام ده اسمه كلاسيك كلاين فلتر لكن دول اسمهم كلاين فلتر فاريانت. تفتكروا مين اخطر الكلاسيك ولا الفاريانت؟ ليه اخطر؟ مور برونونسد منتال ريتاردشن. كل ما عدد الاكسات يزيد كل ما المنتال ريتاردشن يبقى افظع. مور برونونسد مور بروفاوند منتال ريتاردشن. خلاص يبقى مره ثانيه يا شباب يا اما كلاين فلتر يا كلاين فلتر فاريانت الانسيدنس واحد في الالف. طيب ايه كلينيكال برزنتيشن؟ طويل. ليه طويل؟ في سكس هرمون خلاص عنده تستيكولار اتروفي وازوسبرميا وجاينيكوماستيا. طيب ليه تستيكولار اتروفي؟ عشان الاكس زياده. ليه حصل له؟ يعني ايه ازوسبرميا اصلا؟ ها يعني السيمن بتاعه ما فيهوش سبرمز بك غير الاسبرميا ما عندوش سيمن اصلا. تفرق عشان ده بيكون عنده بروستيت وعنده باس ديفرنس وعنده سيمن انفيزيتس وبالتالي في سيمن موجود لكن السيمن ما فيهوش سبيرمز فنسميها ازوسبرميا. هو عنده تستيكولار اتروفي ازوسبرميا وعنده جاينيكوماستيا تول بلس عنده منتال بروبلمز من اول ليرنينج ديسابيلتيز وامتيور بيهافير اب تو ان هو يكون عنده بروفاوند منتال ريتارديشن. ايه علاج الكلاين فلتر؟ بنديله هرمون ريبليسمنت بيديله تستوستيرون طبعا ياخد هرمون ريبليسمنت سيرا ولكن طبعا مشكله المنتال ريتارديشن اللي عنده ملهاش حل. خلاص جاء سؤال في الاكزام بيقول لك انيوميريت اني 3 6 كروموزوم انوماليز يو نو اند ديسكاس وان اوف ذيم. اي ثلاثه تعرفهم قولهم باي ترتيب انت عايزه حقك. يعني عايز تبدا بالكلاين فلتر بالترنر بالريكس المهم تقول الثالث. واحد قلت مش نعرف واحده رابعه في سندروم ما بتسماش ملهاش اسم اكس واي واي مي اكس واي واي مي. تفتكروا ده يجيله ايه ده؟ هو هيبقى قصير جدا شورت ستيتش رقم 2 يجيله اكستنسيف اكل من الماركت انكريس في التستوستيرون ليفل. الحاجه الثالثه بيبقى فيري اجريسيف فيري اجريسيف. خلاص لو البلد كان حالها منصالح هتلاقيه خلف الاسوار اما لو في فلات امن هتلاقيه على الطريق دلوقتي واقف. خلاص الاكس واي واي ده بيكون فيري اجريسيف وانتي سوشيال يعني يعني جريمه من اجل الجريمه المحضه
يعني هو مش عايز يستفيد منها، بس هو نفسه يعمل جريمه خلاص. ده اكس واي واي، لان الواي كروموزوم بيعمل اجريسيفنس. تاني حاجه يبقى الاكس واي واي يكون شورت ستيتشر عنده اكستنسيف اكن بلس يكون انتي سوشيال واجريسيف. خلاص ده بالنسبه للاكس واي واي. اكن حب الشباب اكن بالغاز. داون سندروم ترايزومي 21. داون سندروم مونغوليزم بين قوسين وعندنا تحفظ ترايزومي 21. طبعا كلمه مونغوليزم دي كلمه غير مستحبه اطلاقا اطلاقا اطلاقا. علم ليه غير مستحبة الكلمة؟ عنصرية. لأنها كلمة عنصرية. خلاص؟ بأن أنت بتميز جنس من أجناس البشر. هتيجي على الناس اللي عندهم منتر ريتارديشن وبروبلمز كتير اللي نقولها، وقالهم ده منغولي. منغولي ده أصلاً اللي هو جنوب شرق آسيا. هل الصين واليابان وكوريا منتر ريتاردد؟ أمال إحنا شغلنا إيه ونعمله ليه؟ خلاص؟ إذن يا جماعة الكلمة دي غير مستحبة، وإن كنا بنطلعها وقت اللزوم، وقت اللزوم بيبقى إيه؟ عايز تحطها في جملة. مش كده؟ عايز حرف الام، يعني مثلا causes of delayed closure في التليفون الماكرو، مش كده؟ تبقى الام دي ايه؟ مونغوليزم، ساعتها احنا محتاجناها. لكن in general from down syndrome or trisomy 21 هو الشخص اللي عنده نسخه زياده من الكروموزوم 21، او الشخصه اللي عندها نسخه زياده من الكروموزوم 21، لان الداون سندروم ما يفرقش ميل من فيميل. الداون سندروم اكسترا كوبي اوف كروموزوم 21، وكروموزوم 21 ده احد اشهر الاكرو سنتريك كروموزومز. طيب داون سندروم واحد على 700 من الجنرال بوبوليشن، محتلا المركز الاول في الكروموزوم الانوماليس. واحد على 700 من الجنرال بوبوليشن محتلا المركز الاول من الكروموزوم الانوماليس، ويمكن يعتبر اطول الكروموزوم الانوماليس بعد اخترنا العمر بيكمل. عشان كده بنشوف منه حالات كتير. يعني اعتقد في اعتقاد الشخص مفيش حد من الناس اللي قاعده ما شافش داون سندروم، كلنا لازم نكون شفناه. داون سندروم اور ترايزومي 21 ايه الاسباب بتاعته؟ ايه الجينوتايبز بتاعته؟ ايه الايديولوجي بتاعه؟ في عندنا ثلاث حاجات. الصفاء الذهني بقى مره ثانيه. اول حاجه نون ديسجنكشن داون اور كلاسيك داون اور ريجولار داون سندروم. ريجولار داون او اسمه الثاني نون ديسجنكشن داون. النون ديسجنكشن داون هو الاشهر وبيمثل 95% من حالات الداون سندروم. معظم حالات الداون سندروم اللي بنشوفها في ارض الواقع بتكون تبع هذه المجموعه، مجموعه النون ديسجنكشن داون. الاول مين هو الديسجنكشن؟ عشان نعرف مين هو النون ديسجنكشن، مين الديسجنكشن؟ من غير افتك الانافيز. الديسجنكشن هو الانافيز الطول الانفصالي جنرال. It occurs due to non-disjunction in the first meiotic division of the chromosome 21. أو في first meiotic division اللي كان بيحصل. كل كروموزومين شبه بعض بيقفوا جنب بعض. يعني سي كان في خلية فيها كروموزوم 21 هنا وهنا 21 واقفين جنب بعض. إيه اللي كان هيحصل في الأنافيز؟ واحد كان هيروح يمين، واحد كان هيروح إيه؟ شمال. طب لو الاثنين خدوا بعض وراحوا يمين، يبقى في اوفا هتستلم كام نسخه من 21؟ نسختين. والاوفا الثانيه ولا نسخه. يعني في اوفا هيبقى عندها كروموزوم زياده اللي هو مين؟ 21. واوفا عندها كروموزوم مش موجود، يبقى انا فيس فيلير. نون ديسجنكشن اور انا فيس فيلير. تعالوا ما نشوف يا شباب المنظر. لو انا عندي الخليه ال 46 اللي موجوده في الاوفا انقسم، المفروض تنقسم لايه؟ في الفيرست ميوزس واحدة 23 والتانية برضك 23، يبقى هنا 23 وهنا 23. فاللي حصل انها انقسمت بالغلط، واحدة 22 والتانية 24. ده ينتج عنه ايه بقى؟ ينتج عنه شيء كارثي. يجي بقى سبيرم. السبيرم ده جاي عالي خالص، ها 23، يقوم يعمل زيجوت ايه؟
47 47 يعني عنده كروموزوم زياده. مين الزياده اللي حصلت فيه الغلطه؟ مين اللي بيحصل له الغلطه دلوقتي؟ 21. يبقى كده في كام كوبي من 21؟ 3 كوبيز. بعد كده الميتوزس يشتغل ملايين المرات على هذا الزيجوت علشان يعمل بيبي. الميتوز بيفهم؟ الميتوز ملوش علاقه. دخله 47 يعمل لك 2 47، دخله 45 يعمل لك 2 45، نون سبيسيفيك. يوم ياخد ال 47 ده يعمل لك بيبي بالكامل، كل خلاياه 47. عشان كده نسميه ايه؟ ريجولار داون، او اسمه الثاني نون ديسجنكشن داون. ده حصل امتى؟ غلطه فين؟ في الانافيز اوف ذا فيرست مايوتيك ديفيجن، اللي كنا دايما نقول الكلمه الشهيره بمنتهى الدقه ومنتهى العشوائيه. هنا اصيبت الدقه في بقى، مش كده؟ يعني الدقه حصلت، المشكله ان في كروموزومين راحوا يمين او راحوا شمال، كانوا خدوا بعض، فالعيان بقى عنده في الاوفا نسختين من 21 بدل نسخه واحده، فبقى ترايزوميك لما حصل فيرتيلايزيشن. واحد يقول لي بس انت متحيز، مش كده؟ حاسين فيك بالتحيز. ليه؟ ليه انا متحيز يا جماعه؟ اشمعنى 21 يعني؟ عشان ده موضوعنا، خلاص؟ ده ممكن يحصل معايا كروموزوم تاني. من 24 برافو عليك. اشمعنى مش السبرم هو اللي غلطان؟ ليه الغلطه من عند الاوف؟ مش كده؟ ببساطه هو السبرم ده بيطلع في كام يوم؟ حد عنده فكره؟ كل 90 يوم، كل 90 يوم بيحصل سايكل جديده من السبرماتوجينيز في الميل. ده طول عمره من اول البيوبرتي لغايه ما يموت، كل 90 يوم في سايكل جديده، سايكل اسمها سبرماتوجينيز سايكل. دي سيكشوال سايكل في الميل. اما في الفيميل بيقعد الميوزس قد ايه؟ بيبدا في البنت قبل ما تتولد بشهرين تقريبا، ويستمر الميوزس، يستمر الميوزس الى ان يشاء الله. خلاص؟ قد تاتي المشيئه وقت البيوبرتي. دي اقل حاجه خالص، يعني الاوفا تفضل واقفه في الفيرست بيوبرتي ديفيجن مستنيه الدور لما يجي لها. الدور ده هيجي لها امتى؟ احنا قلنا في 450 الف واحده. كل شهر بيطلع شويه منهم يكملوا الميوزس لاخر واحده تبقى اوفا، والباقيين يحصل لهم ديجنريشن ويموتوا. مش كده؟ فالفكره ان في اوفا ممكن تستنى 14 سنه، واوفا تستنى 25 سنة، وأوفا تستنى 45 سنة، بالله عليكم بقى. وحاجة قاعدة مستنية 40 سنة 30 سنة، وعمالة تتعرض لدراجز وكيميكالز والراديشن وتوكسين طول العمر، ولا حاجة 90 يوم في السريع. ولذلك المشاكل دايما بتحصل مع مين؟ بتحصل مع الأوفا. وكل ما الأوفا تقدم كل ما المشاكل تبقى أكتر. يعني الأوفا اللي خلصت أيام البيوبرتي أكيد أحسن حالة من الأوفا اللي بتخلص عند 25 سنة. اكيد اللي عند 25 سنه وده افضل سن طبعا، احسن حاله بكتير قوي 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 من اللي عند 45 سنه. انا قلت الانسيدنس اوف داون سيندروم كام؟ 1/700. جدي الحفظ، لو كانت بنت عندها 20 سنه قدر ليها انها تخلف، الانسيدنس اوف داون سيندروم 1/1500. يعني فار اقل من ايه؟ فار اقل من الجنرال بوبيوليشن. طب لو واحده عندها 35 سنه الانسيدنس 1/200، اكتر من جنرال بوبيوليشن بكتير. طب لو واحده عندها 45 سنه الانسيدنس 1/50. شايفين جنرال بوبيوليشن 1/700 750. لو واحده عندها 20 سنه خلاص المفروض لو بدايه سن الانجاب تبقى 1/1500. لو واحدة عندها 35 سنة الانسيدنس بيكون 1/200. لو واحدة عندها 45 سنة الانسيدنس 1/50. وبالتالي لو واحدة جايبة لك ابنها طلع داون سندروم وحللت له وتأكدت بالتحليل انه نون ديسجنكشن داون اللي هو النوع ده، وقالت لك يا دكتور هو انا ممكن اخلف عيل تاني عنده هذا المرض؟ قلت له ايه؟ قول لها اتس نوت ريليتد ان انت جبت عيل عنده داون، اتس ريليتد تو يور ايج. خلاص؟ يعني اللي سنهم 45 عندهم فرصه 1/50 وانت زيهم. لا اكتر ولا اقل. انت بالصدفه جبت المره دي، المره الجايه برضك ممكن بالصدفه تجيبي. وطبعا المره الجايه احتمالاتك هتبقى ايه؟ اعلى. ليه؟ لانك هتكوني اكبر في السن بالصدفه. خلاص؟ يبقى اول حاجه ذا انسيدنس النون ديسجنكشن داون از دايركتلي ريليتد تو ذا ماتيرنال ايش. واضح الكلام؟ كان ده بتسيب في الاورال في الاخر. هيقول لك انسيدنس اوف ريكرنس ان داون سيندروم اكوردنج للنوع. ادي اول نوع عرفنا ده النون ديسجنكشن داون او الريجولار داون.
95% من حالات الداون، ولذلك المشهور في كل الاوساط ان الداون سيندروم بيحصل في الستات الكبيره في السن عشان الموضوع ده ريجاردنج الريجولار داون. بس ده مش انواع ثانيه. تاني نوع من انواع الداون سيندروم اسمه او تالت نوع، معلش تاني هخليه الاخر، موزايك داون. يعني ايه موزايك؟ يعني مختلط، بعض خلايا الجسم عادي وبعض خلايا الجسم 47 او بعض خلايا الجسم حاجه وبعض خلايا الجسم 47. تعالوا ما نشوف. سبيرم 23 واوفا 23 عملوا زيجوت ايه؟ 46. في مشاكل؟ ده عادي مش كده؟ طيب الزيجوت ده هيعمل ايه؟ ملايين المرات من الميتوزس. نهايته ايه بقى الميتوزس ده؟ انه يعمل بيبي بعد ملايين المرات. المفروض 46 46، تخيل لو حصلت الغلطه الصغيره دي. عمل 45 47 في اول ميتوزس وهو لسه كليه هادي مع الافتتاح بتاعه كده. حصلت غلطه. الغلطه دي حصلت فين بالظبط؟ حصلت فين بالظبط؟ حصلت في الانافيز، بس بتاعي بقى المره دي بتاع الميتوزس. فايه اللي حصل هنا؟ نون ديس جانكشن برضو، بس فين؟ في الميتوزس. يعني يا جماعه احنا عارفين ان الخليه الكروموزومات بتقف في النص بالظبط، وهتنقسم الكروموزومات الى كروموزومات صغيره يروحوا يمين وشمال. 46 تعمل لك 46 46، تخيل 46 راح تديها 47 45. ال 47 دي عندها مين الكوبي الزياده؟ 21. وال 45 في الكوبي قليله من 21. ده المنظر. 47 بقى كده هيعمل ايه بقى؟ هيكمل الى الابد 47 وال 45 الى الابد 45، وبالتالي نص خلايا الجسم بتكون 47. عندك كم خط انتاج؟ خطين، فيسموها تو سيل لاينز. ده نوع من انواع الموزايك. تعال ناخد مثال تاني. سبيرم اوفا عملوا زيجوت 46 46 46 46 46 45 47. الغلطة حصلت في الميتوزس رقم 2، زي بوليا هادي اول ما يتوز طلع تمام، تاني ما يتوز طلع في غلطه. طبعا الغلطه في خليه واحده في كل الخلايا. بعد تاني ما يتوز ايه نتائجك؟ نص الخلايا 46، ربع الخلايا 45، ربع الخلايا 47. كام خط انتاج؟ 3. وان كان في خط انتاج منهم ايه؟ اكبر من التانيين، اللي هو خط الايه؟ خط ال 46. واضح يا جماعه؟ اظن الكلينيكال بيكتشر هنا هتكون ايه؟ اهدى بكتير. ده ممكن تلاقي الطفل ده ما عندوش منتال ريتارديشن. طب ركزوا معايا، لو الغلطه حصلت في الميتوزس رقم 3 هيبقى عندك كام خط انتاج؟ 3 برضه ما عندكش حاجه، هيبقوا كله 46 بس 12.5% 45 و 12.5% 47. وكل ما الغلطه تبعد كل ما نسبه الخلايا المريضه ايه؟ تقل، وكل ما الكلينيكال بيكتشر تبقى اهدى. يقول لك شوف الواد ده ايه وشه عامل زي الصينيين كده بس حلو، الواد جميل جدا وما عندوش مشاكل، خلاص؟ الموزايك داون ممكن يبقاش عنده بنتال ريتارديشن. خلاص؟ ده اسمه موزايك داون. يبقى الموزايك داون غلطته في المايوس ولا الميتوزس؟ الغلطه حصلت في الميتوزس. يا الفيرست يا السكند يا الثيرد يا اي حاجه ميتوتيك ديفيجن. ممكن ما يبقاش عنده بنتال ريتارديشن. الموزايك داون حوالي 1-2% من حالات الداون سندروم. واحده جايبه ابنها الموزايك وجالك العياده. يا دكتور ممكن نجيب عليه موزايك تاني ولا لا؟ تقول لها ايه؟ تقول لها ايه؟ انسلين سوبريندورنس قد ايه؟ يعني اول واحده قلنا لها بناء على ايه؟ على سنك. لكن هنا الموزايك انسلين سوبريندورنس نقول لها نيجليجابل، يمكن اهماله، مش شرط يعني، خلاص؟ ليه يا جماعه؟ ليه يمكن اهماله؟ هو الغلطه كانت عند الاب ولا عند الام؟ ولا عند الاب ولا عند الام، هما الاثنين كويسين، الغلطه عند مين؟ الغلطه عند العيل، عيل بقى مش كده؟
ساعه ما كان بيديفلوب اتعرض لمشكله حادثه. ده بلغه الجينات حادثه. وقت الجروس بتاعه في الانتراكتيرال لايف دراجز كيميكال الراديشن توكسين شيء مؤقت وراح لحاله. هل كل مره الحادثه هتحصل؟ اكيد لا. وبالتالي انسيدنس اوف اوكرنس اس نيجليجابل. لا خليك ما تخافيش. بس خدي بالك يا مدام، لو كان سنك كبير ممكن تجيب لنا نوع ثاني من انواع الدواء اللي هو مين؟ نون ديسجنكش. يبقى عندك حاجه للموزايك كويس ريجولر داون، ربنا يسهل لك بقى وتجيب لنا واحد ترانسلوكيشن كده يبقوا حلوين قوي. خلاص؟ ادي يا جماعه الموزايك داون سيندروم. النوع الثالث، في مشاكل يا جماعه في الموزايك؟ في مشاكل في الموزايك؟ طيب عشان احنا داخلين على الرزاله بقى دلوقتي. الرزاله جايه. فاكرين الروبرتسونيان ترانسلوكيشن؟ في حد ناسي؟ ايه الروبرتسونيان ترانسلوكيشن ده؟ مش كده؟ ايه اللي كان بيحصل؟ يعني كان عندي ادي كروموزوم 14 مثلا، وادي كروموزوم 14 مثلا، وادي كروموزوم 21 مثلا، وادي 21 مثلا. خلاص؟ متحوطين في خليه اهو. كل ده طبيعي مش كده؟ ايه اللي موقفهم الوقفه دي؟ ايه اللي مخلي كل اتنين حبايب يقفوا جنب بعض؟ ها؟ برافو عليك. الميتافيز بتاع مين؟ بتاع مين؟ بتاع الميوزس مش كده؟ كل اتنين حبايب واقفين جنب بعض. زي هومولوجس كروموزومز بير توجيزر الومني زي اكويتروم سيل. واقفين في الميتافيز زي الفل. بعد كده يحصل ايه؟ سيل ديفيجن. وبعد السيل ديفيجن كل خليه تاخد لها ايه؟ كوبي من 21 وكوبي من 14. كوبي من 21 وكوبي من 14. ده الطبيعي؟ ده الطبيعي. نرجع تاني لحاجه طبيعيه. الاثنين دول يندرجوا تحت اي بند من برود الكروموزومات او اي نوع؟ اكروسنتريك. يعني ايه اكروسنتريك؟ يعني ذا فيري شورت ارمز ما بيشيلوش اي حاجه خالص. وكنا بنسميهم ايه؟ ساتلايتس. خلاص؟ تعالوا نشوف الكارثه اللي حصلت. لو حصل كسر هنا وحصل كسر هنا وده لزق في ده، راح جاي عامل لك كروموزوم جديد. طبعا في نسخه فضت من 21 عادي، وفي نسخه فضت من ايه؟ هو كان كل خليه فيها نسختين من كل واحد. خلاص؟ وفي اتنين لزقوا ببعض. ده 14 من هنا و21 من هنا. كروموزوم كبير بمقام اتنين كاملين. ليه كاملين؟ لان الشورت ارمز اللي وسط مش كانت بتشيل اي جينيتك ماتيريال. خلاص؟ الخليه دي ما عندهاش حاجه في وظائفها، وظائفها عادي خالص. يعني عندها كام نسخه من 21؟ نسختين. كام نسخه من 14؟ نسختين. الخليه دي لو دخلت في مايوزس هتبقى مصيبه سوداء، مش كده؟ ليه مصيبه سوداء؟ 21 يجي يقف جنب اخوه يدور ما يلاقوش اخ، ليه؟ اخوه لزق. 14 يجي يدور على اخوه ما يلاقوش اخ، ليه؟ لزق. والكبير ده يدور على اخوه ما يلاقوش اخ اصلا. وبالتالي يبقى عندك ثلاث كروموسومات من ال 46 مش لاقيين، او من ال 45 بقى دلوقتي مش لاقيين اخواتهم. يقوموا يقفوا اي حاجه، اثنين في ناحيه وواحد في ناحيه. عند التوزيع العشوائي اثنين يروحوا خليه وواحد يروح خليه بمنتهى العشوائيه. وبالتالي عندك احتمالات كتير ممكن تظهر. يبقى الشخص ده اصلا ما عندوش مشاكل، هو كنفسه مشكلته في النسل بتاعه. عشان كده هو بيكون كارير للترانسلوكيشن، والترانسلوكيشن فيه يكون بلغه الترانسلوكيشن بالانسد، لكن في النسل بتاعه بيكون انبالانسد. واضح الكلام؟ الكلام ده مكرر، واللقطه دي احنا وقفنا عليها المره اللي فاتت، بس انا قلت ايه؟ افكركم بيها. تعالوا بقى يا جماعه نشوف الكروموزومات دي ممكن تقف ازاي. عندي ثلاث احتمالات. ثلاث احتمالات للوقفه. طبعا انا مش هقدر ارسم باقي الكروموزومات، يعني واحد واقف جنب واحد وسبعه جنب سبعه وتسعه جنب تسعه واقفين سعداء. المشكله كلها في مين؟ في الثلاثه دول، مش كده؟ الخليه داخله في مايوس يا شباب في حد كان عنده روبريتسونيان ترانسلوكيشن بين الكروموزوم 21 والكروموزوم 14 او 21 و13 او 21 و15 او 21 و22. اشمعنى دول؟ دول مين دول؟ الاكروسنتريك كروموزومز.
ذا موست كومن كيس 4 60%. الموت عشان كده انا مختاره كمثال، لكن ان جنرال ممكن الكلام ده يحصل مع 13 او مع 15. ادي اول احتمال للوقفه. ايه الاحتمال اللي حصل ده؟ الكروموزوم الكبير وقف في ناحيه والاثنين الصغيرين ايه في الناحيه الثانيه. طب الاحتمال الثاني، الكروموزوم الكبير وقف في ناحيه وشد معاه واحد منهم ليكن مين؟ 21. والناحيه الثانيه ساب مين؟ 14 لوحده من غير 21 خالص. الاحتمال الثالث والاخير خلاص. لا 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 مفيش كلام مني، انه يشد لك مين 14 ويسيب الناحيه الثانيه مين 21. مفيش حاجه اسمها الثلاثه وفي ناحيه وناحيه تفضل فاضيه. هما ثلاثة، اثنين في ناحية واحد في ناحية، وزي ما تيجي استاذ الكبير في ناحية والصغيرين في ناحية، ممكن كده ممكن كده ممكن كده. خلاص في احتمال رابع للوقفة، ما اعتقدش ان فيه كده. خلصت الاحتمالات، اثنين في ناحية وواحد في ناحية. تعالوا بقى نعمل segregation of alleles. الخلية دي كانت ناوية تعمل over مش كده؟ تعالوا نعمل اوفر. ها عايزين يا جماعه نعلق على كل اوفر وهي خارجه نشوف ايه مشاكلها. يلا يا عم، اول اوفر هيكون فيها ايه؟ نسخة من 21 ونسخة من 14. تعليقك، الأوفة الطبيعية بيكون شكلها كده، فيها نسخة من 14 ونسخة من 21. تعليقك على الأوفة ليه؟ نورم مش كده؟ طيب الأوفة الثانية فيها ايه؟ فيها نسخة من 21 ونسخة من 14 لكنهم ايه؟ لازقين في بعض، لكنهم لازقين في بعض. خلاص؟ حد عنده مشكلة دي؟ الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث هو ايه؟ تلاقي اوفر فيها ايه؟ نسخة من 14 وما فيهاش ايه؟ خالص، فيهاش ولا نسخة من 21، لأن هو يا دوبك كان عندها نسخة، راحت النسخة. والأوفر الثانية فيها نسخة من 14 لازقة واحد وعشرين وعندها نسخة من 21. يبقى إذا كان نسخة من 21 هنا نسختين في الأوفر. الاحتمال الرابع أو الاحتمال الخامس آسف، أوفر فيها نسخة من 21 وما فيهاش إطلاق، أصلا ما فيهاش 14 إطلاق. الاحتمال الأخير عندها نسخة من 14 لازقة في 21 وعندها نسخة زيادة من 14. حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ الكلام ده مرسوم في الكتاب بس بالعدسة يعني فظيع. الكتاب ده فيه كروموزوم رمادي وكروموزوم اسود. خلاص؟ ده رمادي واسود. خلاص؟ مهم يا جماعه، انا رايي طبعا يعني ان احنا لو الالوان كان بقى هلز بكتير. لكن ان جنرال انتوا شايفين الوضع عامل ازاي؟ الوضع مأساوي بصراحه. خلاص؟ الحته دي على فكره اصعب حته في المنهج السنه دي. الحته دي اصعب حته في المنهج السنه دي. ومن اكتر الحاجات اللي ممكن طالب الطب يدخل ويخرج ما يفهمهاش، ويخلص ماجستير وبرضه ما يفهمهاش. خلاص، وما يفهمش حاجه على الماجستير مش هيفهمها طول عمره. خلصت بقى، مفيش مذاكره بعد الماجستير. خلاص يا جماعه، يبقى مره ثانيه، انا عندي ثلاث كروموزومات، واحد واقف في ناحيه واثنين واقف في ناحيه. فوائد الانقسام، واحد راح في ناحيه واثنين راحوا في ناحيه، وزي ما تيجي بقى، يا الكبير راح في ناحيه والاثنين الصغيرين في ناحيه، يا الكبير شد واحد من الصغيرين وفضل واحد منهم في ناحيه، يا الكبير شد الثاني وساب الثاني في ناحيه. في مشاكل؟ طيب هيجي لهم مين بقى؟ هيجي لهم مين يعمل لهم فيرتلايزيشن؟ انا بنحط البتاع دي ليه كده؟ كده بقى سبيرم خلاص. تمام؟ سبيرم طبيعي. يعمل فيرتلايزيشن ازاي؟ ها؟ دي ودي ودي ودي، عايز ست احتمالات يا شباب. يلا اتفضلوا. الاحتمال الاول، لو دي لو عمل فيرتلايزيشن الاولانية نورمال. طب لو عمل فيرتلايزيشن للثانية، ركز بقى، الخلية فيها كم نسخة من 21؟ وكم نسخة من 14؟ اثنين. مش نورمال، بس مش مريضة، فيسموها ايه؟
ايوه انا سامع كلام حلو. بالانسد ترانسلوكيشن كارير، واحد قال بالانس، الثاني قال ترانسلوكيشن، والثاني قال كارير. في لو الامتحان ده مجمع يعني بصراحه بالانسد ترانسلوكيشن كارير ده مشكلته ايه بقى؟ زي ابوه او امه نفس المنظر بالظبط، هو ما عندوش مشاكل بس يوم ما يجي يعمل مايوزس الكروموسومات تقف في نفس الوقفه السوداء اللي وقفوها. صعبه دي؟ طيب رقم ثلاثة، لو حصل في الترانزيشن الاوفا الثالثه دي، دي ناقصه مين؟ يبقى البيبي اللي هيطلع او الزايجوت اللي هيطلع هيكون ناقص ايه؟ فيسموه ايه؟ مونوزومي 21. يعني ايه مونوزومي؟ كلنا بنكون دايزوميك لاي كروموسوم، عندنا نسختين، لكن ده يكون مونوزوميك عنده نسخه واحده. يبقى مونوزومي 21. هل سمعتوا حاجه في الطب اسمها مونوزومي 21 قبل كده؟ واحد يقول مش يمكن سمعنا تقيل. مش يمكن لسه هتيجي؟ لا مش هتيجي، سمعكم مش تقيل يا جماعه. مونوزومي 21 بيحصل له ابورشن. مع السلامه. لو حصل فيرتلايزيشن جديد، يعني ده كام نسخه بقى؟ 2 و21 والسبرم عنده كام؟ واحد بقى وكام كده؟ هو ده ترايزومي 21، هو ده الداون سندروم اللي احنا بندور عليه. الاحتمال الخامس دي مين ناقصها؟ 14. لو حصل فيرتلايزيشن يبقى اسمها ايه؟ ايوه صح، مونوزومي 14. سمعت عن مونوزوم 14 قبل كده؟ يبقى ايه؟ طالما ما سمعتوش عنه يبقى ابورشن على طول. خلاص؟ طيب اخر احتمال، في كام كروموزوم؟ في كروموزوم زياده اللي هو مين؟ لو حصل فيرتلايزيشن يبقى ترايزومي 14. سمعت عن ترايزومي 14 قبل كده؟ يبقى ابورشن. لو جينا نبص بعين الخبير بعد ده او الخبيره طبعا، 6 احتمالات، 3 في الشارع ابورشن، يبقى هم 3 احتمالات بس. هنتكلم عن اللي هيعيشوا خلاص. 3 نورمال و3 كارير و3 داون. So the theoretical incidence of recurrence is 33%. خلاص؟ يعني الست لو جابت لك عيل عنده ترانسلوكيشن داون، يا دكتور انا ممكن اخلف تاني ترانسلوكيشن داون؟ قول لها بنسبه 33%. لان التلت نورمال، التلت كارير، التلت داون سندروم. ده المفروض النسبه النظريه. لكن ارض الواقع تقول ان الانسيدنس اوف ريكارنس لو كانت الست هي السبب حوالي 15% بس. ولو كان الراجل يبقى 5% بس. ليه 15%؟ جت منين؟ بصوا بقى يا شباب، هو انا عملت فيرتلايزيشن لست اوفا وكان احتمالات الفيرتلايزيشن واحده، لكن هو مش كده اصلا. يعني الاوفا النورمال فرصتها انها تبقى فيرتلايزد اعلى من الاوفا النورمال، الكفه مش متساويه. بما ان الاوفا النورمال فرصتها اعلى يبقى المرض فرصته اقل. خلاص، عشان كده النسب مش متساويه، فده 15% انها تكون مريضه والباقي كارير ونورمال. خلاص، عشان كده هتلاقوا في الكتاب مكتوب ايه بقى؟ مكتوب ان الثيوريتيكال انسيدنس اوف ريكارنس 33%، لكن الاكشوال انسيدنس اوف ريكارنس 15% لو كان من الام و 5% لو كان من الاب. ديو تو بري زايجوت سيلكشن. يعني النيمه يعني ايه؟ يعني الامشاج بتختار بعضيها الاول. يعني السبرم السليم عايز اوفا سليمه، وكذلك الاوفا عايزه سبرم سليم، فقبل ما يبقوا زايجوت بيختاروا بعض. خلاص، فيسموها بري زايجوت سيلكشن. تمام؟ واحد يقول طب اشمعنى بقى السبرم شكله 5% بس؟ السبرمات المريضه بتموت في الطريق. السبرمات المريضه بتموت في الطريق. خلاص؟ لان الاوفا قاعده في مكانها. وبالتالي انت ما عندكش غيرها، لكن السبرمات في كتير، في ملايين، 20 مليون في المليون. وبالتالي 30 مليون، 40 لغايه 60 مليون كمان. خلاص؟ وبالتالي السبرمات المريضه بتموت في الطريق. واضح الكلام يا جماعه؟ لو حد قال لك انسيدنس اوف ريكارنس ان داون سيندروم، سؤال رائع على فكره بيقيم اداء الطلبه الممتازه. خلاص، تقوم تقول له انت عايز مين فيهم بالظبط؟ ناندس جانكشن. اقول لك الانسيدنس از ريليتد تو ذا ماتيرنال ايج. خلاص، لان ده ليه علاقه بالناندس جانكشن في فيرست اميوتيك ديفيجن. لو كانت 20 يبقى 1 على 1500، لو كانت 35 يبقى 1 على 200، لو كانت 45 يبقى 1 على 50. ولو كان موزايك داون انسيدنس اوف ريكارنس نيجليجبل، بس ممكن تجيب لها عيل ريجولر داون على حسب سنها،
ثالث حاجه لو كان ترانسلوكيشن داون قول لي ثيوريتيكال انسيدنس كام؟ 33%، لكن اللي بجد بجد 15% و5% لو كان من الاب ديو تو بريزايجوت سيليكشن. شفت الارقام دي كلها؟ على فكره الموضوع ده لو انت اللي بتذاكر ومش فاهم عقده مصيبه فعلا. هو ايه الكلام المكتوب ده؟ ليه 33 وليه 5 وليه 15 وليه 20 وليه خلاص؟ لكن في النهايه طالب الطب الحاجه اللي مش بيفهمها لازم ما نسبس. تفتكروا الانسيدنس اوف ريكرنس خلص؟ المثل يقول اكس مش ممكن يموت او يخلص. يلا يا جماعه نكمل، لسه ما خلصوش على فكره. واحد يقول مش خلصت الانواع، لسه في نوع ما جبناه سر. ده مفهوم يا جماعه؟ ده اترسم؟ ده لو ما اترسمش دلوقتي كلها ساعتين على ما توصلوا حصه البطنه الساعه 1:30 هيكون اتنسي. يعني مش بقول لكم ان ده مثلا هيبقى مثلا لغايه بكره، لا لا خالص، ده بيتنسي فورا. ده اسوأ حته في المنهج. خلاص؟ شباب يحصل. يعني ادي خلية اهي كان فيها كم نسخة؟ نسخة من 21 ونسخة من 21 عادي زي اي خلية في الدنيا يعني، مش كده؟ راح 21 لزق فقط. المفروض دي وقت الميوسكة هتعمل ايه؟ هتعمل اوبا فيها 21 اوبا فيها 21. طب لما الاثنين يلزقوا ببعض واحد هيروح في ناحيه والتاني ايه؟ ولا حاجه خالص، ما فيهاش 21 اطلاقا. نعمل اثنين اوفا بقى اوكي، 21 لزق في اخوه خلاص. فكان المفروض في ناحيه هيروح فيها 21 وناحيه فيها الثاني، طلعت ما عادش فيه غير الكروموزوم. في ناحيه هتاخده والناحيه الثانيه ايه؟ ما فيش. يبقى اللي هيحصل اوفا فيها نسختين اوفا ما فيهاش 21 واوفا فيها ايه؟ 2 كوبيز من 21. نجيب لهم سبيرم بقى عادي اهو. يا داون يا ابورشن، يا داون يا ابورشن، يا داون يا ابورشن، يا ترايزومي يا مونوزومي، يا ترايزومي يا مونوزومي. انسيدنس اوف ريكرنس 100%. وده قال عن انواع داون سيندروم. إذا الترانسلوكيشن داون لو حصل لأي كروموزوم، الترانسلوكيشن داون لو حصل لأي كروموزوم باستثناء 21 الانسيدنس هو اللي قاعد نحكي فيه. أما لو 21 عمل ترانسلوكيشن على نفسه، لأن هو مش تنسوا إن هو واحد من الأكرو سنتر جروب وعمل ترانسلوكيشن على نفسه بقى شيء كارثي. خلاص 21 على 1 خلاص يا شباب؟ بقت كارثة. انسيدنس في الكرنس إز 100%. الترانسلوكيشن داون بيمثل 3-4% من حالات الداون سيندروم. الترانسلوكيشن داون بيجي في سن صغير، يعني ممكن واحدة عندها 21 سنة 22 تخلف عيل عنده ترانسلوكيشن داون، تبقى كارثة. تبقى كارثة ليه؟ لأن احتمالات الريكرنس زي ما انتم شايفين ايه؟ يعني يوم ما تكون مفيش حاجة خالص يبقى 15%. ده يعني على أفضل الأحوال. وبالتالي يا جماعة بتبقى مشكلة كبيرة. اختبارات ما قبل الزواج بتعمل كاريوتايبنج، يعني ممكن تعرف ان كانت ترانسلوكيشن كارير اور نوت. اختبارات ما قبل الزواج بتعمل كاريو تايمنج، يعني ممكن تعرف اذا كانت ترانسلوكيشن كارير اور نوت. اللي عدى ده يا جماعه يعتبر حاجه من الحاجات الايه الهاي كواليتي في الطب. خلاص تعالوا ندخل على حاجات اللو كواليتي بقى. 100% انت عندك كم اوفر؟ اثنين اهو. واحدة فيها كام نسخة من 21؟ والتانية؟ صفر. في الترانشالي ده
الكروموزوم 21 مصيره ابورشن والتاني داون، يبقى داون او يموت، يبقى كل اللي عايشين داون، يبقى الانسيدنس اوف ريكرنس 100%. اه هو ده بقى مش كده، ده بالانس الكارير الترانسلوكيشن حاصل اصلا، حاصل من بدايه مكان الزيجوت، يعني كل خلايا جسمها كده مش الاوفا بس، ده اللي جاي قدام مش اللي هم يعني مش اللي هم واحده ثانيه عندها. لا لا خلاص، لا في ده بقى يعني النوع ده له مقفول، يعني بينتهي بالجيل الثاني على طول اللي يعني بيكون داون سندروم. خلاص ننتقل يا جماعه بقى للكلام العادي اللي انتوا بتحبوه، حاجات بقى اللي هي ديسكريت دي. ها طب طبعا اختبارات ما قبل الزواج من ضمن مميزاتها انها بتقفش الحاجات الصغيره دي أو كبيرة. واحد خطب واحدة الآن فرنسا هيش شيء غريب جدا. أقدر نعمل موضوع ترانسفيكشن. الله يخزوه مغير. أنت تبغى عندك إيه؟ بس سيبها لله بقى، بلاش وجع قلب. خلاص يلا يا جماعه ننتقل بقى الى كلينيكال برزنتيشن. حاجات اللي كنت بتعملها حلو الموضوع ده. الحاجات الجايه ما فيهاش مهم خالص، هنقص ديليت موتور مايلستونز، ديليت منتال مايلستون، ديليت بيوبرتي، شورت ستيتشر، ديليت تيسنج، ديليت فونتانيل، كل حاجه ديليت، اي حاجه تعرف ان ممكن تتاخر اخرها. داون سندروم عنوان التخمين. خلاص بص على راس الداون سندروم، اولا تلاقي راسه صغيره ومفضحة من ورا، فنقول عليها مايكرو كيفاليك اند براكي كيفاليك فلات اوكسيبت. ومايكرو كيفاليك ده بيعكس ان الطفل ده ممكن يجيله ايه؟ منتال ريتارديشن، مش كده؟ واحد. العيل اللي عنده داون سندروم عنده اوبن بوستيرو فونتانيل ادفيرس اكتر من نص سنتي، والكلام ده مش جديد على مسامعك، ما انتوا عارفين له ديفرنشال دياجنوزس، مش كده؟ داون وكريتينيزم وبريماتيوريتي وزياده الانترنال كرانيال تنشن. العيل اللي عنده داون سندروم عنده ديليت كروشر اوف ذا انتيريور فونتانيل، واللي عنده ديليت فونتانيل بالتاكيد عنده ديليت تيسنج. لما نيجي نبص في وشه هلاقي عينه مسحوبه لفوق اسمها ابورد سلانت، وعنده اي دي كانسس وبعاد عن بعض هايبرتيلوريزم. ولو بصيت في الايرس بتاعه تلاقي الايرس لونه بني منقط بخضر، بني خفيف منقط بخضر. فالعالم اللي شاف الكلام ده كان راجل شاعري، كان قال لك تصدق انا الكلام ده بيفكرني بايه؟ واحد مسك فرشاه والوان وقعد يرسم الحقل البني، نقط جواه الزرع الاخضر فسماها برش فيلد سبوتس، لوحه فنيه. خلاص اكيد الراجل ده بتاع السانسيت اي بتاع الهايدرو، بس هي على فكره بتبقى العين فعلا شكلها جميل جدا يعني. خلاص يعني مش خضرة ومش بني، بني في اخضر، ليها شكل كاركترستيك. خلاص الودان بتكون نازله تحت. طب وانا اعرف منين الودان نازله تحت؟ لو ست بعمل ايه؟ ايه ده؟ لا مفيش كده خالص. ها؟ ده بيكون نازل تحت. باخد خط من الانر كانسس للانر كانسس التاني واللي بره. مش للاوتر كانسس خالص، من الاخطاء الشائعه عند حتى بعض الناس الكبار حتى. لكن الانر للاوتر كانسس؟ نو، هي من الانر للانر كانسس. فكروا فيها يا جماعه، لو واحد عنده ابورد او داون وورد سلانت الخط يبقى في الشائع. يعني لو انت واخد من الانر للاوتر كانسس واحد عنده أبورد سلانت، يبقى انت كده بتستهبل عملت الاختبار ده اصلا، لان كده الخط فين؟ في الشارع، عشان يبقى اختبارك سليم من انر للانر، نقطتين ثابتين تمام؟ ما بتغيروش، وخد خطك لبره. المفروض الخط ده يطلع الودن تلت فوق تلتين تحت، تلت فوق تلتين تحت. خلاص؟ لو لقيت الودن نازله يبقى له ستير. المناخير فيها ديبريزد نيزل بريدج، بجد ولا كده وكده؟ هو ايه كده وكده؟ اللي عنده ريكتس او اشباهه اللي عنده فرونتال بوسم ايحاء في الديبريسد نيزل بريدج زي ما قلنا قبل كده، لكن ده عنده ديبريسد نيزل بريدج بجد وبحقه حقيقي. خلاص بقه بقى، بقه صغير اصغر من مقاس لسانه، فلسانه يطلع لبره. عشان كده اقول لك ايه المرضين اللي في طب الاطفال المشهورين اللي بيطلعوا اللسان لبره؟ تقول له الداون والكريتينيزم. طيب اللسان بيطلع لبره ليه في الداون؟ تقول له سمول اورال كافيتي.
طب بيطلع على بره ليه في الكاراتيريزم؟ لارج دونر. تاني الكلام ايه اللي بيطلع لسان لبره؟ الدول في الكاراتيريزم. في الدول ليه بيطلع لبره؟ سمول اورال كافيتي. طب في الكاراتيريزم ايه يطلع لبره؟ لارج دونر. في النهايه بيطلع لبره وخلاص. منتال ريتارديشن بيلعب برضه رول على فكره. عشان كده البق مش ما بيكونش متهوي كويس. اللسان يا دوب محشور. عشان كده تلاقي البق مش متهوي فالطفل يجيله ريكارنت اوتايتس ميديا. كل شويه تونسيلايتس اوتايتس ميديا ومشاكل ابر ريسبيراتوري كتير. راسه مره ثانيه. مايكرو كيفاليك، براكي كيفاليك، اوبن بوستيريور، ديليت انتيريور فونتانيل، ديليت تيسي. برودريودنج تانج، سمول اورال كافيتي، لوست مال فورمد اير، ديبريسد نيزل بريدج. Upward slant, AB cancers, brush field spot, hypertelorism. مين من دول بقى لما تشوف دول هي اللي يمسك دواء؟ ايه الصاين اللي فيها؟ diagnostic. لا لا مش slant. Brush field. لا لا خالص. Brush field ده ناس طبيعية عادي. وصير فونتانيل ده انا عندي اربع اسباب لسه قايلهم. عشان لسه اربع اسباب مش دايجنوستيك. هايبرتيروريزم عادي، في ناس فينا عندها هايبرتيروريزم اصلا. نعم. نون اوف ساينز اوف داون سندروم از دايجنوستيك بس ذا كولكشن اوف ساينز از دايجنوستيك. نون اوف ساينز اوف داون سندروم از دايجنوستيك بس ذا كولكشن اوف ساينز از دايجنوستيك. انتوا هتلاقوا احنا قاعدين لو جينا نقلب في بعض كده تلاقي اللي عنده لوسيت اير. واللي عنده أبورد سلانت، واللي عنده ريكانسس ومشو يعني ها، واللي عينيه ضيقة شوية، واللي مناخيره فيها ديبريسد بريدج، واللي ممكن تلاقي فونتانيلو لسه فاتح. أي حاجة غير ده بتحصل. لكن الـ Done of Science is diagnostic but the condition is diagnostic. طبعا الفونتانيلو يا جماعة فاتح يقول لي بعد الحس. ما تفتكرش نفسه مغفر ويروح. ده أكيد هو اللي عامل له المشكلة. خلاص ده لو قفلناه له يبقى زي الفل إن شاء الله. طيب بعد الراس تعالى ننزل بقى على إيه؟ هذا الهارت ممكن يكون فيه حاجة؟ هل ممكن يحصل كونجيتا الهارت في 40% من الحالات؟ طيب ايه هو الكونجيتا الهارت اللي بيحصل؟ بي اس بي كومن. ده انا قلتها 50 مره في اول سنه. وات از ذا موست كومن كونجيتا الهارت ان دوت اندوكارديال كاشن ديفكت اللي هو الكومن اي في كانال. مش كده؟ اللي هو ايه يا جماعه؟ كله فاتح في بعضه. فاكرينها ولا ناسيينها؟ ادي الهارت اهو. اهو ASD VCD mitral tricuspid regurgitation. يبقى كل الشامبرز فاتحين في بعض. بطنه تلاقي فيها abdominal distension وامبريكال هيرنيا من كتر الهايبوتونيا اللي عنده. رجله تلاقي الصباع الاولاني الكبير في رجله فاصل شويه عن الصباع الثاني خلاص، وما بينهم لو بصيت في السلوك من فوق تلاقي كريز. يسموه كريز ده اب كريز. ليدنج كريز اور اب كريز عامل زي القرد. ولكن يا جماعه طبعا التسميه دي احنا ما بنحبهاش لان احنا مضطرين ليها. خلاص؟ ما بنحبهاش يعني لا يجوز تسميه اي بشري ايا كان اللي عنده بحاجه من الحيوانات. خلاص؟ فالاب كريز ده بيكون موجود في بعض انواع القرده. الكريز ده يقول لك هو شبه. على فكره في ناس كتير من الناس الطبيعيه عندها الاب كريز ده عادي ومفيش اي مشكله خالص. طيب الايد. واحد ممكن يخش الامتحان بتاع الغرف في الاطفال ويقول لك اقرا الواد ده الكف. تقوم تقول له ايه؟ حرام عليك يا دكتور. هو بره الامتحان ممكن يجوز لكن في الامتحان حرام عليك. خلاص قرايه الكف في الداون سيندروم. نبص على ايد الداون سندروم انا سيبها الاخر لانها رخمه شويه. هتلاقيها صابعه قصيره وايديه قصيره. صابعه قصيره هيسموها براكي داكي وايديه قصيره يعني صغيره كده ها، والصباع الصغير معقوف لجوه هيسموها كلينو داكي. معقوف انكلينيتد كيرفد لجوه. خلاص يبقى عنده براكي داكتري كلينو داكتري وشورت هاند. ده مبدئيا فتح كلام. تيجي بقى تقرا الكف. نورمالي لما بنيجي نقرا الكف براكي يعني قصيره
بتيجي تبص الكف اي حد يعني مش شرط اي حد يعني معظم الناس ان في ناس مش بقوا كده فينا وعادي خالص حد شيل على نفسه يعني في عندك كم خط ظاهر ورئيسي ثلاثة اسمائهم ايه بقى الخطوط دي 81 انا سامع كلام حلو سلام في انتيريو وستيريو يبقى انتوا شكلكم عارفين حاجه عادي يا جماعه واحد اسمه لونجيتودينال كريس واثنين اسمهم ترانسفيرس واحد بروكسيمال واحد ديستال ده لونجيتودينال كريس ودول ترانسفيرس واحد بروكسيمال واحد ايه واحد ديستال الطبيعي عند معظم البشر بيبقى كده خلاص طيب دول هما بقى الناس اللي بتدور عادي كده ولا تشوف الخط بتاعك ماشي لغايه فين تبقى ايه خط العمر المهم يا جماعه الخطوط دي الخطوط دي ده في معظم البشر بيكون بالمنظر ده اللي عنده داون سيندروم ممكن يحصل عنده ببساطه اللي انا هعمله دلوقتي دول بيلحموا ببعض ويعملوا خط واحد بس يوم يعملوا سينجل ترانزفيرس بالمر كريس اللي بنسميه بيهم حسين سيميان كريس سينجل ترانزفيرس بالمر كريس بنسميه بيهم حسين ايه سيميان كريس يبقى السيميان كريس هو سينجل ترانزفيرس بالمر كريس بيمشي في الايد زي ما انتم شايفين كده دايجنوستيك الداون سيندروم ابدا لان نان اوف ساينس از دايجنوستيك عايز اقول لكم ان في بعض اساتذه كليه الطب عندها سيميان كريس موجودين عندهم سيميان كريس يقول لك انا نورمال اهو في حاجه عادي نورمال اكيد يا باشا خلاص عادي يعني انا ما عنديش على فكره بس ده ماشيان في حاجه خالص تمام طيب ده بالنسبه للايه السيميان كريس اتفضل لك بقى كلمه واحده بس اسمها واي اي تي دي انجل الاي تي انجل بتكون واسعه يا جماعه خلاص انتقل بقى الى ايه الى الكومبليكيشن الفضول قدر القط مش فاكر ازاي فوت خلاص مش مفوتها ولا حاجه مش بشوفكم بس صحيين ولا لا انا اقدر افوت الاي تي دي دكتور هلال بيسالها والدكتور بشير عبد الله بيسالها تعالوا بقى يا جماعه اما نشوف الاي تي دي اي بي تي ايه خلاص لان دي حاجه من الحاجات اللي فعلا يا عارف يا مش عارف يعني ما فيهاش تحليل انا بخاطب الناس اللي لسه نظرها ما راحش خلاص وعايز ثلاث شهود عدول يشوفوا اللي انا هقوله دلوقتي لو توفروا خلاص خلصت محمد بص يا جماعه بقى لو جينا نبص على الايد المكان ده وده 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 ده وده 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 الاربع اماكن عند البيز اوف ذا فينجرز خلاص هتلاقي فيها تشعوعات ثلاثيه كل واحد منها ولا نفس عظم خلاص مش عايز دوشه والموضوع اصلا انا مصطفى العب خلاص حد شافوه الله كتير يا جماعة الله أكبر احنا نحسن لسه ما بنذاكرش ونظرها لسه زي ما هو بص يا جماعة الخطوط اللي زي خطوط البصمات ماشي فين الهاند برانكس الموجودة هنا بتلاقيها ماشية يعني تحت كل صباع في خطوط ماشية في اتجاه واتجاه واتجاه ما بينهم في نقطة يسموها ايه؟ نعم اتفضل استاذن يا جماعة استاذن في سلام الدكتور أيمن لسه برضه معلش خلاص فضل لنا مشكلة يا جماعة استاذن يا استاذن الآن في سلام خلاص بلاش استئذان كل دقيقة تاني نسمع بعض يا شباب لو سمحت اسمها إيه بقى؟ اسمها التشعوعات الثلاثية بالإنجليزي يعني أيوه ترال ريدياي جمع تراي ريدياس وعشانها عند البيز اوف ذا فينجر يسموها بيزك تراي ريدياس طبعا الكلام ده يا جماعه عشان يورا بوضوح لازم يكون يورا بالعدسة المكبره تعالوا شوفها بعد الحصه ممكن اوريكم على ايديا عادي يعني ماشي طيب واضحه ما الفكره كل الناس عندها النورمال ولا النورمال عندهم هتقول مش عندي لو مش عنده ده يبقى كيس ريموت خلاص
هنقدمه في 6-7 مؤتمرات. الكيس ويز ابسنت برايفت. هنديهم اسماء، اول واحده اسمها ايه، الثانيه بي، الثالثه سي، الرابعه دي. خلاص تيجوا تبصوا تحت الصنب تلاقوا الصنب يا حرام ما عندوش حاجه، او حاجه تزعق فعلا. عين الصنب ده يمثل الاكسس بتاع الهاند، نص وظيفه اليد. ولذلك لو انت دعبست في الايد تلاقي الصنب متعوض. متعوض فين بقى؟ تلاقي واحده هنا موجوده. فين مكانها بالظبط؟ فوق الريست على طول بحوالي 1.5 سم كده في النص. ايوه شفتيها؟ خلاص كده خلصت بقى. هنفتري. يوم يسموها ايه؟ يسموها اكسيال ترايريديوس. ليه اكسيال؟ لان الصمب كان الاكسس بتاع الهاند، ويدوها لفظة الايه؟ تي نسبة الى ايه؟ صمب. بعد ما يشوفوا الكلام ده بالعدسة المكبرة يوصل لك الايه؟ بالتي بالدي. هي دي بقى الـ A T D M. شفتوا الصبر؟ احنا قلنا اول كلمه في الايد بتاعت الدوله ان عنده ايه؟ ايده ايه؟ قصيره. لما تبقى ايده قصيره دي النقطه اللي تتحرك لقدام، تي تبقى الزاويه توسع. كل ده عشان يقول لك الايد قصيره. طب ما تقيس يا عم. خلاص ده وايد اي تي دي انجل بيتسال في الامتحان، ودي من الحاجات الرزله. خلاص لانك مهما قعدت كده تتامل في الكتاب الكلام المكتوب عمرك ما هتفهمها. لازم حد يقولها لك. ده علم بينفع لا يخرج. خلاص فعشان كده بنقول ارسموها بقى لانكم هتنسوا الكلام ده. خلاص الاي تي دي انجل هو الزاويه اللي ما بين البيزل تراي ريدياي والاكسيال تراي ريدياس، بتبقى وايد في حالات داون سندروم اند هيري كروموزوم انوملي. هي دي الاي تي دي. طبعا الاي تي دي انجل امتحان هتكون نظري، مش هينفع تعمل انك عايز عدسه مكبره عشان تعرف تشوفها الا اذا كان معاكم عدسه مكبره. البنات معاها شنطه، شنطه البنت ممكن تسيح حاجات كتير. تلاقي البنت جايبه عدسه مكبره وداخله بقى الامتحان، ليه يا بنتي؟ عايز اشوف الاي تي دي انجل والسبايدر نفار. مع نفسك. عارفين السبايدر نفار عايز عدسه برضك. خلاص نسمع بعض يا جماعه عشان فاضل لنا 5 دقايق ونخلص. خلاص انا مش هعيد التاني، كان بنشر تاني. خلاص هو النقطه الوحيده كان عايز شرح هي الاي تي دي انجل. خلاص يا رب تتسيروا في الاي تي دي انجل. ويقولوا لك كام الاي تي دي انجل كمان؟ شفتي بقى؟ هي اب تو 59 على فكره. عايز اعرف النورمال اب تو 59. نعم ما تقول 60 وخلاص، 60 الا 1 59 هو ده معانا في الغداتا. خلاص بس. طيب المهم يا جماعه ايه هي الكوميونيكيشنز اوف داون سيندروم؟ كونجنتال هارت ديزيز، كونجنتال رينال، كونجنتال جي اي تي، اي كونجنتال انومالي. لكن في حاجات اول ما تسمع اسمها تقول دوت. زي ايه؟ اندوكارديال كاشن في الكارديو، زي ديودينال اتريزيا وهيرشز برانك. دي حاجات بتاعت الداون سيندروم. هاويفر ايه يكون جينيتال انومالي ولد؟ يعني الدواء ينفع يجيله فالو؟ تي جي ايه؟ كل ولد. بس دي حاجات بتاعت الداون سيندروم. الدواء عنده مشكله في جهاز المناعه، يا بالنقص يا بالزياده يا بالاثنين، يعني يا يجيله اميونو ديفيشنسي يا يجيله اوتو اميون ديزيزز وتكسر له الاندوكراين جلاندز بتاعته. واخطر شيء لو حصل له اوتو اميون هايبوثايرويدز، لقاء السحر. تخيل لما واحد يبقى داون ويجيله هايبوثايرويدز، تخيل كميه المينتال ريتارديشن اللي ممكن يكون فيه. ده اقصى مرضين بيعملوا مينتال ريتارديشن، لما يجتمعوا مع بعض هيبقى طبعا كوكتيل ملوش حل. لوكيميا 20 مره اكتر من الجنرال بوبيوليشن، والمايلويد لوكيميا اكتر نوع، وهنعرف الكلام ده ان شاء الله في الهيماتولوجي. خلاص الهيماتولوجي المره الجايه ان شاء الله. الحاجه اللي بعد كده الداون سندروم مشهور بالحوادث. ليه حوادث؟ عشان المنتال ريتارديشن مشهور جدا بان يحصل له ريكارنت اكسيدنتس بسبب حدوث المنتال ريتارديشن. اسالكم بقى سؤال، هو الداون سيندروم يجي له ريكارنت ريسبيراتوري تراك انفكشن؟ الاجابه نعم. طيب علي ها سامع كلام حلو قوي. كونجنت هارت ايه كمان؟ نقص المناعه. ايه كمان؟
small oral cavity. الثلاث أسباب الرئيسية اللي يعملوا recurrent respiratory tract infection: small oral cavity, congenital heart disease, immune deficiency. عشان كده أكتر سبب لدخول الداون سندروم في المستشفى هو النيمونيا. أكتر سبب لدخول الداون سندروم في المستشفى هو النيمونيا, congenital heart, immune deficiency, و small oral cavity. في الآخر إزاي نشخص الداون؟ بعد الولاده سهل كلينيكالي وباي انفستيجيشن كاريو تايب. طب لو شخصته داون, في حاجه محتاج تعملها؟ ايكو ضروري في كل الحالات. النص الحالات بيحصل لها كونجنت هارت. طب واحده حامل, افرض مثلا واحده عندها 52 سنه وحامل وجايه لك, ملناش دعوه يا دكتور, وانا ممكن ابقى حامل, اصل قالوا ان الستات الكبيره شويه في السن ممكن يجي لها ايه داون سيندروم العيانه. تقول لها ايه؟ نحلل خلاص. المفروض كنا نعملها ايه؟ امنيو سينتيسيس. لكن قبل ما نبقى اجريسيف في اختبارات غير الامنيو سينتيسيس ممكن تتعمل. لايك وات؟ في اختبار اسمه الاختبار الثلاثي, بنقيس البيتا اتش سي جي والالفا فيتو بروتين والان كونجيوجيتد استريول. بيتا اتش سي جي والالفا فيتو بروتين والان كونجيوجيتد استريول. البيتا اتش سي جي الفا فيتو بروتين ان كونجيوجيت استريول. السؤال هو اتش سي بيطلع منين؟ بلاسنت مش هنا؟ طب الفا فيتو بروتين بيطلع من ثلاث اماكن اصلا في البيبي, اختبر اي واحد منهم. بيطلع اول باليوك ساك, وبعد كده بيطلع من الفيتا الليفر والنيورال تيوب. دي اماكن خروجه, من الفيتا الليفر نيورال تيوب يوك ساك, يعني من البيبي خلاص. طيب الان كونجوجيت الاستريول من الفيتا الادرينال جلاند. فده انا عايز اقوله ايه؟ القاعده العامه اي حاجه البيبي بيعملها بتقل, واي حاجه البلاسينتا بتعملها بتزيد, لان حجم البلاسينتا في الدواء بيكون اكبر من الطبيعي. تاني, اي حاجه البيبي بيعملها بتقل, واي حاجه البلاسينتا بتعملها بتزيد, لان حجم البلاسينتا اكبر من الطبيعي. اذا مين بيزيد ومين بيقل؟ ال HCG هيزيد والباقيين يقل. عشان بس انتوا بتحفظوا ما تتلخبطوش. ال HCG هيزيد والباقيين هيقل. نعم, من الفيتا الادرينا. نعم, مش ليه؟ انا وليه عنده ابورجس لاند. بس جزء من السندروم ببساطه. خلاص؟ طيب يا جماعه, ده بيمثل 60 ل70% من الحالات. امال بقى لو انت عايز تشخص اكثر دقه من غير برضه ما تبقى انفيسيف, عملوا حاجه اسمها الاختبار السداسي. انا كتبت لكم في الكتاب عشان تطلعوا عليه. الاختبار السداسي ده عباره عن ست حاجات, واضح يعني. ادي اول ثلاثه منهم, واحد اثنين ثلاثه, لسه كام؟ ثلاثه. ماتيرنال ايج لو كانت كبيره في السن, ده رابع حاجه. بريجننسي اسوشيتد بروتين ايه, ده عباره عن ايه يا جماعه؟ pregnancy associated protein A. يبقى ده بروتين اسمه ايه وبيخرج امتى؟ في البريجننت. بيخرج منين؟ المهم بيخرج منين؟ بيخرج من الاوتر شيل اوف ذا بيبي. يعني بيبي ولا بلاسينتا؟ يبقى هيحصل له ايه؟ هيقل. من الواضح ان كل حاجه بتقل ما عدا البيتا اتش سي جي. من الواضح ان كل حاجه بتقل ما عدا البيتا اتش سي جي. بيعمل ايه؟ ما حدش يعرف, بس الناس عارفين ان هو بيقل في حالات الداون سندروم. اخيرا السونار, سونار فايندينجز. اللي عايز اعرف عنها حاجه يقول لي. خلاص, سونار فايندينجز بلس بريجننس اسوشيتد بروتين اي بلس ماتيرنال ايج بلس التريبل القديم. لو السته دول موجودين, ما عندكم في الكتاب مكتوبين اوريدي خلاص. لو السته دول موجودين ده معناها ان 95% الحاله داون سندروم. ساعتها بقلب جامد تعمل امنيوسنتيسيس, مش هتفرش في 5% لسه. يعني بعد دول برضو او ما كده خلاص الست دي لايبل او انها يكون داون سندروم, يبقى برضك اعمل امنيو سينتيسيس. ايه علاج الداون سندروم؟ ثواني يا عم, ايه علاج الداون سندروم؟ علاج الاسوسيشن ريهابيليتيشن. انا عايز اقول لكم على حاجه جديده, بس في امريكا هم فكروا في فكره. قال لك هو ازاي داون سندروم بيحصل؟ مش ده ترايس ودويتي ورو بتاعي؟ يعني مشكله البروتين سنس في الاخر يعني. ما اي كروموزوم الانومالي
مشكلتها في البروتين. قال لك طب لو انا اديت العيان البروتينات اللي محتاجها البرين ومحتاجها الماسلز ومحتاجها كل حاجه في الجسم بشكل مكثف وقوي وهاي كواليتي، ممكن احسن العيان؟ ممكن. فعملوا دواء فعلا موجود دلوقتي في الماركت، موجود في الايجيبشن ماركت، موجود صيدليه العزبي في القاهره، اسمه نيوتريفين دي. ده نيوتريشنال سبلمنت للداون سندروم. بيقولوا ان هو بيحسن الاطفال جدا، يعني عن تجربه هو بيحسنهم شويه، لكن فيري اكسبنسيف. بيحسنهم شويه فيري اكسبنسيف، يعني انت عندك استهلكش عليه على طول، الشهرين بيبقى اراوند 1000 فور جود، مش عليه على طول، ولما وزنه بيزيد بيحتاج اكتر منه. فعموما ده موجود، موجود في العيشه، بس انا حبيت اقول لكم ان حاجه موجوده في مصر دلوقتي خلاص. لكن الداون سندروم ملوش علاج، العلاج علاج الاسوسيشن وريهابيليتيشن، وتقعد مع الاب والام وتقول لهم ريسك اوف ريكارنس، اللي بيسموها جينيتك كاونسلنج. كلمه كاونسلنج يعني ايه؟ استشاره. تقعد معاهم وتديهم نصيحتك الجينيه او الاستشاره الجينيه المناسبه. داون سندروم من الموضوعات المهمه، موضوعات الحزه في الامتحان على طول، حد النظر تحت العملي. ارجوكم يا جماعه الالتزام بيز، عشان الناس اللي عندها ثانيه واحده يا عم.